ضمن جهود الأمم المتحدة للبحث عن حل سلمي للأزمة اليمنية، يصل إلى الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث يلتقي القيادات الشرعية وعلى رأسها الرئيس عبد رب منصور هادي. جولة ولد الشيخ أحمد التي ستقوده أيضا إلى محطات خليجية أخرى تأتي بغرض إقناع الأطراف اليمنية بعقد جولة جديدة من المفاوضات نهاية الشهر الحالي في جنيف، وهو ما أعرب عنه نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إليسن في مؤتمر صحفي بعد محادثات أجراها في السعودية والإمارات وإيران. ودعا ميليشيات الحوثي والحكومة اليمنية للمشاركة في محادثات سلام بلا شروط مسبقة. وكان ممثلون عن القوى الانقلابية تقدموا بورقة تضمنت 7 بنود مقترحة لحل الأزمة، وهو ما اعتبرته السلطة الشرعية التفافا على القرارات الدولية، وخاصة القرار 2216 الذي تعتبره المرجعية الأهم لأي اتفاق، مؤكدة على ضرورة إلزام المتمردين بالتطبيق الكامل وغير المشروط للقرار الأممي. الأمم المتحدة كانت قد رعت جولة من المفاوضات بين الأطراف اليمنية في جنيف منتصف يونيو الماضي، محاولة اصطدمت بالتعنت الذي أبداه الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح في لقاءاتهم حينها مع المبعوث الأممي، وهو ما يجعل الترقب سيد الموقف لمعرفة ما الذي ستقدمه جولة جديدة من المفاوضات في حال تم الاتفاق عليها، خاصة مع النجاحات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف في محافظات يمنية عدة.